بروفيسور صلاح الدين سلاوي الأخصائي في الجراحة التجميلية بالعاصمة الرباط ضيفنا عبر اللقاء المفتوح، والحديث اليوم خصيصا عن إزالة الشعر ولكن بتقنية تقنية الليزر. تقنية الليزر بروفيسور صلاح الدين سلاوي، كيف قلنا يوم أمس حدثت ثورة في عالم التجميل. صباح الخير. فعلا كما قلنا الليزر الآن يرجع من الوسائل أو من التقنيات الأساسية اللي كنعتمد عليها إما كحل بوحده أو كحل تكميلي مساعد لعملية ديال التجميل، وخصوصا أن الآن الليزر أصبح في أنواع، وهذيك أنواع مختلفة، كل نوع وكل ليزر خاص كيمكن له يساعد على الحل ديال واحد عدد المشاكل اللي كانوا من قبل يستعصى الحل ديالهم. نعم. مثلا بحال اللي تكلمنا قلت نذكرت الكلف طبيعي في الوجه، ما كان عندهم حتى شي حل، كيبقاو السيدات يشريو في الكريمات والأدوية وداكشي غاليين مدة طويلة، إما ما كينفعوش نهائيا أو حتى إلا نفعو كينفعو يمكن ما حد كيستعملوها كيوقفوهم، ما كتمشيش النتيجة. يعني هذا من المسائل اللي ما كانش عندهم حل. نعم. نركزوا اليوم على إزالة الشعر باللازغ. كنسمعوا بروفيسور بأنه كاين ثلاثة الأنواع ديال اللازغ، واحد يساهم بنسبة 50% في إزالة الشعر، واحد ب60%، واحد ب70%، حتى 80%. هل صحيح هذا الكلام؟ ماشي تماما صحيح. في الواقع يعني اللازغ اللي معمول خاصة لإزالة الشعر كيمكن كيعطي النتيجة أكثر من 80%. غير هو اللي خصنا نعرفوا أنه في غالب الأحيان الناس هذه العلاج نتاع الشعر، إزالة الشعر باللازغ كيطلب حلقات، وداك الحلقات كيمكن يكونوا من 5 حتى 7 بعدين حتى 10 ديال الحلقات مرة في الشعر. نعم. دائما خصش الناس يزربوا. شرح لنا هذه المسألة، علاش مرة في الشهر؟ باش ما كي أولا باش ما كيضرش الجلدة نتاع الإنسان، ما كيتحرقش، ما كيبقاش عليها، ما كتأثرش بالليزر. قلنا هذوك دبدبات كهربائية ضوئية. فعلا باش ما كيتأثروش. ثانيا شنو هو المبدأ نتاع إزالة الشعر بالليزر؟ دابا الليزر كيصيفط ذاك لو غيون ليمينو، ذاك الشعاع الضوئي. هذاك الشعاع الضوئي كيشربوا كتصفوا الميلانين، المادة السوداء اللي في الشعر، وكيهود مع كتجبد الميلانين حتى الجدر نتاع الشعر، وقلت الجدر باش كيحطم حتى الجدر. ففي النجاح أو التأثير ديال الليزر في هذاك الشعر، يعني الليزر ما كيهدم الشعر إلا في واحد المرحلة من الحياة ديال الشعر. دابا الشعر كيخلق وكيكبر ومن بعد كيعاود يطيح كيموت، يعني كيغير واحد المرحلة، محدودة نتاع الحياة ديال الشعر هو اللي كينفع فيه الليزر. فملي كنديروا الحصة ديال كل شهر، فملي كنديروا الحصة نتاع الليزر قولوا مثلا كتحطم كتهدم 10 حتى 20% ديال الشعر اللي كاين اللي موجود. كيخص تسنى واحد الشهر باش يعاود تمر طول الحياة نتاع الشعر، باش يمكن له ينفع في الشعر الاخرين، الشعرات الاخرين اللي ما ينفعش فيهم يوصلوا لذاك سن النضج باش غادي ينفع فيهم الليزر. ففي كل حصة الليزر كيحطم تقريبا ما بين 10 ل 15 أو 20% نتاع الشعر. إذا دوك الشعرات اللي حطمهم في ديك الحصة ما غيعاودوش، ما كيعاودش يرجعوا تماما. فكل شهر كل حصة كيحطم تقريبا داك 15-20% نتاع الشعر، ومبدئيا ما بين 5-7 حتى 10 ديال الحصص، 7 عادة كافين، كيتكون أكثر من 90%. وفي غالب الأحيان بهذه الآلة تاع الليزر الحديثة واللي هي مختصة في إزالة هذا الشيء ديال إزالة الشعر، النتيجة يعني كتكون نهائية. غير هو النسبة نتاع النجاح كذلك وعلى حسب النوع نتاع الشعر. نعم، هذه نقطة مهمة ديال النوع ديال الشعر. يعني ماشي كل الناس مؤهلين أنهم يعملوا هاد إزالة الشعر بالليزر. لا، ما خصوش الناس يعملوا، لا ماشي يعني ما كينفعش في الشعر كله. إذا كان الشعر مفتوح زعر ولا بيض ولا شاي بيض، وما كينفعش فيه الليزر. قليل جدا الأنواع ديال الليزر اللي كتنفع
في لو دوفي اللي كيكون الشعر رقيق وبيض، فكل ما كان الشعر قوي غليظ وكحل كل ما كينفع فيه في الليزر. نعم. والعكس وبالعكس. فالمشكل اللي كاين اللي بقى مازال قائم هو نتاع داك الشعر اللي هو مفتوح او الشعر اللي بيض تقريبا ما عندوش شي حل. ما كتعملوش ليه نهائيا لانه ما غينفعش، ما كينفعش فيه قليل فاش كيمكن يعطي شي. نعم. شي نتيجه. اذا جميع مناطق الجسم ممكن انه يتعمل له اللازر؟ تماما، جميع المناطق الجسم عند الرجال وعند النساء ومختلف المناطق الحساسه في اي مكان. طبعا هناك تقنيات خاصه ببعض المناطق الحساسه وفي البطن، في يعني سواء في اللحيه عند الرجال، كاين الرجال كيكون عندهم مشاكل تاع اللحية أو الزغب كيطلع عوج أو كاين في العنق نتاعهم كيعيز عجهم إلى آخره، أو كيبغيو يعطيو واحد رسم معين للحية ديالهم. كاين ذلك الحجبان عند النساء، يعني جميع المناطق اللي فيها الشعر، غير كل ما كان الشعر أسود كينفع فيها الليزر. نعم، ما عندوش تأثيرات سلبية. وهنا كنتكلم بالتحديد مثلا على تحت الإبط أو المنطقة الحساسة اللي طبعا تحت الإبط لأنه قريب من يعني الصدر ديال النساء، وكنعرفوا بعض المشاكل ديال الثدي والهرمونات. وبالنسبة للمنطقة الحساسة أيضا كاين الرحم وكاين الوالدة، واش ما عندوش مشكل؟ لا، وفعلا هي واحد هذه تقنية أو تكنولوجيا اللي مدروسة. نعم، مزيان، والثمن ديالها مكلف لانها مدروسه ومبدئيا ما عندهاش ما عندهاش مضاعفات من هذا النوع. بينما كيمكن يحدثوا بعض الحوادث بحال دابا في الناحيه التقنيه. نعم. او من ناحيه ديال كيفيه الاستعمال، او من الناحيه نتاع الضبط لي بارامتر ديال اللازر. الا كان شي غلط او حاجه كيمكن الاشعه تكون قويه وتحرق الجلد. نعم. ماشي عاده كيكون شي حرق بسيط كيبرق، او كيمكن بالعكس تكون غير كافيه وتكون ما فايداش، ما كتكونش النتيجه. فهناك اللي يمكن يكون هو بحال دابا بعض المشاكل في استعمال اله الليزر. نعم. لكن شي علاش كيخص دائما المتخصصين هما اللي يعملوا هذا الشيء، لكن ما عندوش الكفاءه الخاصه او التجربه الكافيه او التكوين الضروري، فكيمكن يكون بعض المضاعفات او المشاكل اما بالافراط لانه الاشعه كتمجهدها وكتخلي واحد الطبايا او كتحرق، ولكن نقولوا كاين العلاج لذاك الشيء، او بالعكس يمكن يكون داك الشيء غير كافي والنتيجه ما كتكونش مرضيه. ولكن كنظن الطبيب يعني صعيب انه يغلط. لا، علاش؟ معلوم الطبيب كيحاول يغلط، ما عمرو يغلط. وكيتعلم ما يغلطش، وعنده واحد التكوين بسيكولوجي يعني نقول عسكري يعني كيخص. ولكن الغلط، الانسان غير معصوم من الغلط. طبعا غلط غير متعمد، ولكن كيمكن يغلط، انما في هذه الحاله هذه طبعا كنحترموا هذه المعايير هذه، والطبيب تيكون ملم بها وعارفها. النسبه نتاع الغلط كتولي قليله اكثر. يعني طبعا ماشي بحال الا لجانا للصالون او للمركز العلاج بالليزر هكا كيسميوه. هذا نقطه مهمه خص الناس يحتاطوا طبعا، لانه كاين بعض الاماكن غير مختصه ما عندها علاقه بالطب ولا بالاطباء، بحال الصالونات اللي قلتي او محلات ديال التجميل. وحتى هما كيقترحوا كاين مراكز سميتهم مراكز العلاج بالليزر. هكذا سميتهم. اذا كان على حسب، يمكن يكون مختص ومسيرين اطباء، ولكن اللي في محل تاع لي صالون او المحل تاع الاستاتيك خص يقد البال، لان هذوك الساعات في غالب الاحيان الالات ما كيكونوش في المستوى، والناس اللي كيعملوا ما كيكونش عندهم المام طبي. وهذه فعلا الناس محتاطين في هذا الحاله، لان حتى الالات اللي شفت كيستعملوا في الليزر في الصالونات وهادشي، يعني اله من مستوى منحط جدا والثمن ديالهم رخيص. يعني خاص تعرفوا ان الليزر اللي كنستعملوا الاثمنه ديالو مكلفه كاين اللي كيفوت 100 مليون الليزر. الاله الليزر هادو اللي كينفعوا فعلا وكيعطوا النتيجه مزيان. فانتم كتفهم انه ما يمكنش يكون الليزر بهذا الثمن في الصالونات ديال الحلاقه او ديال التجميل. هادشي علاش الحصه عند طبيب التجميل غاليه؟
مخا كاك الأتمنة ماشي غادي كتير نتاع الليزر، ولكن بغي نقول لك أن الآلات اللي هي بجودة أو جيدة راها مكلفة كثير، وما كنظنش أنها تكون في متناول الأغلبية نتاع الصالونات أو المحلات ديال التجميل. يعني كي يحاولوا بعد ما تخما كتظهر شي آلة جديدة أو هذا كيبغيو يجربوها إلى آخره، فخص الإنسان يحتاط. وفكرة كدائما في الميادين تاع التجميل دائما الإنسان من الأحسن يلجأ إلى مصحات أو ناس مختصين في الميدان يخد باله، لأن دائما كيبقى الاحتمال تاع المشاكل المضاعفات. شكرا جزيلا لكم بروفيسور صلاح الدين سلاوي الأخصائي في الجراحة التجميلية بالعاصمة الرباط، نتلقاو كده إن شاء الله. شكرا.